إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم خوتي في لاشين تاعكم صادي زاد ار. اليوم راح نعرض لكم كيف دخل القناة الجديدة اللي دخلت في البوكي تاع ليشان تاع الجزائر. قناة هذه مخصصة للأخبار وهي قناة راح تكون متوفرة بثلاث لغات اللي هي العربية والفرنسية والإنجليزية. هذه القناة راح تكون مخصصة 24 ساعة ل 24 ساعة لنقل الأخبار الوطنية والدولية. بات اشوتي القناة هذه راهي حاجة سامبل بزاف مي خاصها شوية تركيز فقط لانه بزاف الناس ما تعرفش دير لا ريشيرش ترونسبوندور ولا ريشيرش ادفير. لا ريشيرش هي كلش لانه لازم تعطي لا مان للديمو باه يدير لك لا ريشيرش اللي تحتاجها. دونك تجيش تعاود تدخل لا ريشيرش القديمة وتدخل لافريكونس قديمة ودير لا ريشيرش راح يطلعوك 8 تاع ليشان ما يتبدلوكش ليشان وما تاجوتيكش لاشان رقم 9. كيف ندخلوا لاشين نيميرو 9 هذه؟ تبعوا معايا مليح هاوتي. راح نروحوا للحاجه الاولى، راح ندخلوا انستالاسيون. كي العاده راح ندخلوا ساتيليت. كي ندخلوا ساتيليت نخيروا الساتيليت اللي رانا نخدموا فيه. كما راكم تشوفوا راني نخدم في الساتيليت هذا اللي مكتوب سات. جيت ندخل سات هذا راح نعبز على البوطو يعني اللي يزيد الصوت بنروح للكولون اللي منا اللي متوفره فيه ترونسبوندور. هذا الشرح خاص بجهاز ستارساد وراح نوفر لكم الشرح الخاص بجهاز جيون فيما بعد ان شاء الله. جيت ندخلوا هنا راح نلقى ترونسبوندور تاعنا. الغلطه اللي يديروها بزاف الناس انهم يروحوا يديروا لا ريشيرش ديريكت وراح نيكوشيو لا ريشيرش ساتيليت. هنا راح تبدا تطلع لي بوكي ولي ترونسبوندور كومبلي من الترونسبوندور اون حتى ترونسبوندور ما باليش اسكو 50 ولا 60. اكبر غلطه هي ديرك درك هنا واش لازمك تكوشي باه يدير لا ميزاجور تاع لا ليست تاع ديشان تاع الجزائر برك ما يروحش يتوشي ديشان خلاف. هنا لازم نكوشيو لا ريشيرش ترونسبوندور. كي نكوشيو لا ريشيرش ترونسبوندور راح ندير اوكي يقول لي اسكو تفاسي ليشان اللي راهم اكزيستيين. مادام راح ندير ميزاجور ومانيش راح ندخل لا فريكونس اول خطره سي لازم ندير لوي سيبريمي ليشان. ونوه الحاجه خالتي كي ندير وي سيبريمي ليشان راح تطلع لاشان نيميرو جديد وراح تلقاوها باللي دخلت وراكم تشوفوا فيها قدامكم خالتي باللي دخلت لاشان رقم 9. هنا هذه في حاله انه راك اجوتي لا فريكونس يعني راك موفر لا فريكونس هذه في الديمو تاعك. الا ما هيش موفر لا فريكونس راحين نديرو الخطه الدوزيام. كما راكم تشوفوا راني ما عنديش لا فريكونس راح ندير لا ايفاسي اوكي راح نرجع ما نلقاش لاشين هذه سي بون راحت لانني سيبريميت. راح ندخل الساتيليت تاعنا كي العاده وندير اوكي راح ندخل الصاد ندخل هنا الترونسبوندور وندير اوكي. هنا يعطيني لا كاز باه ناجوتي ترونسبوندور جديد اللي هي نضغط على الزر الاخضر الزر الاخضر اوكي ويقول لي كونفيرمي يعني ازيوتي له هنا كيما نقولوا ازيوتي لو ترونسبوندور اللي هي على بالي باللي 11680 لا فريكونس تاعنا تاع الجزائر اللي هي 11680 اوريزونتال. راح نكوشيو هنا بردوها 3 على 4 وراح ندير اوكي ويكومونسي لا ريشيرش. راح نشوفوا باللي ليشان طلعوا في الجهه اللي منا وراح نخرجوا ديريكت ونلقاو ليشان تاعنا طلعوا كما راكم تشوفوا ها 9 تاع ليشان راه متوفرين. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ليدي وفهمتوا كيف ديروا لا ريشيرش في يعني فريكونس وحده برك لانه بزاف ناس كي نعطيهم لا فريكونس يروحوا يديروا لا ريشيرش افيغ ولا لا ريشيرش في ساتيليت كومبلي ويصير لهم بروبليم. دونك ما تنساوش تابوني في لاشين تاعكم صاد دي زاد ار وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد و اي استفسارات ولا اي معلومات تقدروا تراسلونا على الصفحه صاد دي زاد ار ولا تخليو تعليق في اسفل الشرح. دونك تهلاو في روحكم خوتي والسلام.